مرحبا يا أصدقاء. ما بين دردشة ودردشة نحب أن نفتح معكم قضية لنناقشها ونرى آراءكم فيها، واخترنا أن تكون لنا معكم اليوم وقفة حول التحرش، المشكلة السائدة في مختلف المجتمعات العربية والعالمية، وقد أصبحت اليوم تهدد سلامة الإنسان وصحتها النفسية كنوع من أنواع الأذى الجسدي أو النفسي. وليس التحرش محصور فقط في التحرش الجنسي، فهناك أنواع متعددة منه وجميعها أبشع من بعضها بشكل كبير، حيث أن التحرش جريمة يجب أن يسن لها قانون عقوبات حتى لا يتم انتشارها بشكل كبير وحتى تحفظ للإنسان كرامته. وبعض الدول قد باشرت بالفعل في تفعيل قانون خاص بالتحرش لوقت طويل. وحتى الأمس القريب كان التحرش يعتبر أحد المحرمات التي لا يجب التحدث عنها، بل ولم يكن الناس حتى يستخدمون كلمة التحرش. لكننا نؤمن أن هذا لا يعد مبرراً لتجاهل التحرش أو للتظاهر بعدم وجوده. والأهم من هذا أن التحرش ليس أمراً غير مألوف أو أنه يحصل بعيداً عنا، فنحن جميعاً نراه أو نسمع بحدوثه يومياً في شوارعنا وأماكن العمل والدراسة والمواصلات العامة والأسواق أو حتى في إطار العائلة والأقارب والزملاء. والمتحرشون قد يكونون أفراد أو مجموعات من الرجال أو النساء، وقد يكون المتحرش شخصاً غريباً عنك بالكامل أو أحد معارفك، مثل صاحب العمل أو زميل في العمل، عميل، أحد المارة، أحد الأقارب، أحد أفراد العائلة، أو ضيف، أو شخص يشاركك مقعد الباص. والتحرش إذا حدث لنا أو رأيناه فهو ليس أبداً حدثاً عادياً يمكننا تجاهله أو نترك المتحرش يسرح ويمرح بشكل طبيعي وعادي دون حساب وعقاب، وهو ليس غلطة الشخص المتحرش به أو المعتدي عليه أبداً. فالتحرش بأحدهم هو اختيار يتخذه المتحرش بغض النظر عن ملابس الشخص المتعدي عليه أو تصرفاته في أحيان كثيرة. وكما يحدث في حالة التحرش بالأطفال مثلا أو حالة التحرش بذوي القدرات الخاصة، ولا يمكن أبدا أن نستخدم أي عذر لتبرير التحرش. وفي الوقت الراهن مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي ظهر التحرش الإلكتروني من خلال استخدام خاصية الاتصال في بعض منصات التواصل أو عبر إرسال صور ورسائل غير لائقة أو محاولة استمالة الطرف لطرف آخر أو مضايقته بكثرة الرسائل وفرض نفسه عليه أو بوضع تعليقات بكلمات خارجة أو كلمات تصف شكل الشخص بصورة غير مستحبة، خصوصاً وأن كثير من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بالتمييز النوعي ضد بعضهم البعض، مما يؤدي لانتشار التحرش عبر هذه المنصات. كما ظهرت أيضاً حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والتعريف بضرر التحرش بكافة أنواعه، بل وظهرت حملات تسعى للتشهير وفضح المتحرشين ليكونون عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الأفعال اللا أخلاقية في غيره. لذا مشاهدينا أينما كنتم ندعوكم عبر برنامج دردشة ألا تتجاهلوا هذه الدردشة، وإن كانت قصيرة فهي نوع من أنواع التوعية ورسالة نوجهها عبرنا للجميع بأن احترام الآخر واجب وحفظ كرامته واجب وحقه في العيش بدون منغصات أيضا واجب. في فقرة تفاعلكم مشاهدينا بعد الفاصل نسمع آرائكم حول موضوع دردشتنا لليوم. فاصل مشاهدينا وراجعين. عدنا مشاهدين مع آرائكم ووجهات نظركم حول التحرش وسن قانون يعاقب المتحرش على حساب تلفزيوني حضرموت على الفيسبوك وصلتنا. وأول تعليق وصلنا على الفيسبوك من نورة أمين تقول فيه: أكيد نؤيد سن قوانين خاصة بالتحرش وعدم الاستخفاف بهذا الموضوع، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى التحرش، ومنها انعدام الوازع الديني وقلة التوعية، وضع مستحضرات التجميل مما يجعلها ملفتة للنظر، التفكير المنحط من قبل البعض،
انعدام الروح الأخلاقية، اللبس غير المحترم. شكرا لمساهمتك معنا عزيزتي نور. ثاني تعليق وصلنا من محمد عبد الله يقول فيه: التحرش والابتزاز منتشر بشكل كبير في مجتمعاتنا، لكن واقع المجتمع يفرض الكتمان للأسف. المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية، تعمل موقع خاص باستقبال الشكاوي ورصدها ومتابعتها فعلا مع سرية المعلومات، وهنا مربط الفرس. هل ممكن تطمئن الفتاة من البوح بسرها إلى الجهات، أو أنه بتحصل لها كارثة فوق ما هي فيها أصلا؟ نتمنى أن تتبنى الدولة مقترحة كالهاتف جدا يا صديقي، وشكرا لتفاعلك معنا. وحسني عوض بمشعل قال: موضوع حساس زي هذا من النادر تناوله، لا ندري لماذا العقدة في مجتمعنا هكذا مع أنه واقع وضرر كبير. اعتدنا في دردشة عن الدردشة في كل أمور الحياة، ولهذا نحن نتحدث عن التحرش اليوم صديقنا حسني. أبو عادل باوزير قال: التحرش موجود وليس بتلك النسبة الكبيرة أو الانتشار مثل ما نقرأ ونسمع عنه بالخارج، ونؤيد إصدار قوانين لذلك وتفصيله إلى 4 أنواع: تحرش رجال بنساء، وتحرش نساء بنساء، وتحرش نساء برجال، وتحرش رجال بالصغار سواء بنات أو أولاد. الأسباب كثيرة متنوعة، ولكل نوع من الـ4 الأنواع أسباب، ولكن الأسباب مشتركة تقريباً: اللباس والإغراءات والحاجة المادية والحبوب والاختلاط. الحل بالقوانين جزئي، والحل الصحيح بالتربية الإسلامية الصحيحة لو تم الالتزام بها لما وجد التحرش من أساسه. صحيح يا صديق، القانون والتوعية يكملان بعضهما. وتعليق آخر وصلنا من محمد بجنف النعماني قال فيه: التحرش الإلكتروني لا يقل أهمية عن التحرش في الواقع، وياريت تسن قوانين ضد التحرش، والحل هو التشهير بالمتحرش في التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف. هذا ما قامت به حملات شهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي صديقنا محمد، لكن هل هذا هو الحل الرادع الفعلي برأيك؟ صفية بكير قالت: أكيد مع قانون ضد التحرش وبقوة، لكن لازم في البداية نعرف إيش يعني تحرش ونوعي الناس، لأنه في كثير شباب يعاكسون برا ويتحرشون ويعملون تصرفات وما هم عارفين أنه تحرش. وفي رأيي أخطر أنواع التحرش هو الجنسي والتحرش بالأطفال. نسأل الله السلامة للجميع يا صديقة. هالة أحمد تقول: تعرضت للتحرش للأسف في الواقع، والواقع نفسه يفرض علينا السكوت. لماذا السكوت يا صديقة؟ التحدث عن المشكلة نصف الحل، والمجتمع إن لم يعرف بمشكلتك فكيف تريدين أن يقوم بمساعدتك؟ على الإنستغرام يا أصدقاء وصلنا أول تعليق من الفيصل يقول فيه: تعرضت وأنا صغير لعملية استدراج من شخص كبير بالسن، ولكن حسيت بنيته وهربت واستدعيت خالي وتضارب معه. لما كبرت واجهت نفس الشخص بالقصة وصرنا أصحاب. شجاعة كبيرة منك يا الفيصلي، ونوجه من قصتك رسالة للأطفال بأن يكونوا مثلك ويخبرون أهلهم بما حدث، ورسالة للأهل بأن يقفوا في صف أبنائهم حين يتحدثون لهم عن قصص مشابهة. تحدثوا واكسروا حاجز الصمت بأنفسكم. كان هذا كل ما لدينا في دردشة لليوم، نلتقي في دردشة جديدة بإذن الله. سلام.